مقاومة المعادن أثناء تعرضها إلى شد معين. والغرض الثاني من إجراء التجربة هو إيجاد العلاقة بين الستريس والسترين في مختلف أنواع المعادن. تتعرض المعادن إلى إجهادات كثيرة مثل الجسور والهياكل المعدنية للمباني وخزانات الضغط والأجزاء السيارات المصنوعة من المعادن. لغرض إيجاد أفضل الظروف لفحص مقاومة الشد لهذه المعادن، لغرض اختيار نوع المعدن المطلوب في تصميم الهيكل أو تصميم أجزاء السيارة أو الجسور أو خزانات الضغط، يجب معرفة مدى مقاومة هذه المعادن للشد. من خلال معرفة العلاقة بين الستريس والسترين باستخدام الجهاز الواضح أمامكم، والجهاز مربوط طبعا عن طريق الحاسبة الإلكترونية لنقل البيانات اللي يتم استخراجها من الجهاز، تتحول عن طريق انترفيس إلى الحاسبة ويتم تحليل الستريس والسترين في الحاسبة. من خلال معرفة العلاقة بين الستريس والسترين أقدر أستخرج عدد من المتغيرات. من هاي المتغيرات هي الإلاستيك موديوليشن والإلاستيك ليميت والبروبورشنال ليميت واليلد سترينث وكذلك الألتيميت سترينث والترو فراكتشر ستريس والإنجينيرينج فراكتشر سترينث، وكذلك ممكن أن أحسب الإنجينيرينج ستريس والبرسنتج إلونجيشن والبرسنت ريدكشن أوف أريا. يتم العمل بهذا الجهاز عن طريق اختيار المعدن المطلوب. احنا طبعا نسوي مقارنة بين أكثر من معدن. قبل البدء بإجراء الفحص أخذ القياسات للمعدن من ناحية القطر والطول. قطر المعدن يتم قياسه بواسطة الفيرنية، طبعا الفيرنية ديجيتال فيرنية. أحدد أول شيء أصفر الفيرنية وأقيس القطر، أثبت القطر، وبعدها أقيس الطول طبعا من المنطقة اللي راح تتعرض إلى الإجهاد. أثبت القطر والطول حتى بالنهاية بالحسابات تدخل القطر الأولي والقطر النهائي وبعدين القطر الطول الأولي والطول النهائي. العينة الموجودة حاليا هي